السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا، مرحبا بكم مرة أخرى معنا في هذا المباشر من أمام قصر العدالة محكمة الاستئناف بمدينة فاس. استدراكا لما جاء في المباشر السابق، فعفوا كنعتذروا متابعينا، فالجلسة اللي تم التأجيل ديالها هي جلسة محاكمة البرلماني السابق أو رئيس السابق وبرلماني جماعة مولاي يعقوب، واللي تم تأجيل ديال الجلسة ديال الحكم ديالو إلى غاية 20 فبراير الجاري، وليس بشبكة السمسرة بالمستشفى الإقليمي ابن باجا بمدينة تازة. فالرئيس السابق للجماعة مولاي يعقوب وبرلماني أيضا عن إقليم مولاي يعقوب هو اللي تم تأجيل ديال الجلسة ديالو بناء على واحد الملتمس اللي قدمته النيابة العامة في شخص النائب الأول الوكيل العام للملك عبد العزيز بوكلاطة، وذلك قصد استدعاء عدد من الشهود الذين تعتبر شهادتهم حاسمة في هذه القضية حسب ما جاء من داخل الجلسة وما جاء في الملتمس ديال النيابة العامة. متابعينا، أما فيما يخص شبكة السمسرة في اللوازم الطبية واللي كيتابع فيها عدد كبير من الأشخاص والمسؤولين اللي كيتقلدوا مسؤولية من داخل مستشفيات تازة وخاصة المستشفى الإقليمي ابن باجة، وأطباء أيضا اللي عندهم مساحات خاصة واللي شتو عندهم بزاف ديال اللوازم الطبية، من بينها مصفيات ديال الكلي وزيد عليها مكيفات، زيد عليها لوازم ديال الطبخ، زيد عليها أسرة، زيد عليها بزاف ديال اللوازم. فمازال إلى حدود هذه اللحظة مازال الجلسة، وكنظن أن الجلسة ممكن أنها تمشي حتى العشية، تكون جلسة مطولة. بالنسبة لنرجعوا للبرلماني السابق ورئيس جماعة مولاي يعقوب، فهو متابع من طرف النيابة العامة بتهم ثقيلة أيضا وخطيرة كباقي الجرائم اللي كيتابعوا بها شبكات أخرى، خاصة شبكة جماعة فاس. فمتابع من طرف النيابة العامة بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ والارتشاء وتبديد أموال عمومية. فهذه تهم فهي ثقيلة نعاودها، تبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ والارتشاء وتبديد أموال عمومية. هذه هي التهم المتابع فيها الرئيس السابق عن جماعة مولاي يعقوب، واللي تم تأجيل ديال الجلسة ديالو كما قلت إلى غاية 20 من فبراير الجاري، في حين أن الشبكة ديال المستشفيات أو شبكة المستلزمات فيما يخص مدينة تازة اللي حاليا كيتم البث في الجلسة من داخل قاعة قسم جرائم الأموال فمازال مستمرة، وكما قلت ممكن أنها تمشي إلى وقت متأخر لأن جابوهم حضوريا وكيتم الاستماع للمتهمين أو للمتابعين في هذه اللحظات. فمتابعينا نقدروا نقولوا له ليه وصل شي واحد لهذه الحالة، وكنقولوا دائما اللي دار الذنب يستاهل العقوبة، ليه وصل شي واحد لهذه الحالة. فعلى برا ديال المحكمة كنشوفوا مازال هذوك المتابعين راه أمام الهيئة الحكم أمام المحكمة، أما العائلات ديالهم فالعائلات ديالهم مساكن كنشوفوهم على برا، كاين اللي كتبكي، كاين اللي وليداتو صغارين، ما فهمناش علاش هاد الناس ما كيفكروش في الوليدات ديالهم والوالدين ديالهم، كاين اللي الأم ديالو ولا الأب ديالو مريض مسكين وجاي غير باش يشوفوه عن بعد، كاين اللي الإخوان ديالو كل واحد وكيفاش. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هادشي اللي نقدروا نقولوا، الله يدير الخير. ولكن كنقولوا مزيدا شكرا للفرقة الوطنية، شكرا للقضاء على هذا التجفيف ديال الاوكار ديال الشبكات الاجراميه اللي كيخدامين عليهم. تحيه لكم متابعينا، الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.